لانهم هذا النوع من الجمال كاين قالوا الازرق ولا مصرول ولا حجل هذا ما كيسمعوا طرش طرش فهمتني من الحيوان من البل اللي ما كتسمع ومن البل ما يصبارها بزاف فهمتني لكن اللون ها اللون ديالها زين كتشوفها العين كتبغيها هذا الشيء اللي فيها هي فهمتني دائما هي ما ينادت الحالوب مختصه دائما لا في اللحم في الفخامه بغيت تديها لحد كادو كتعجب اللون ديالها كيقول لك راه بركه فلان جابنا كازار قال فلان فهمتني كتكون عندها واحد القيمه شويه على الجمل الاخر وصافي هذا الشيء اللي كاين نفس المعامله معها نفس المعامله مع الجمال الاخرين كنتعاملوا معاه هي صباره هي البنت اللي كنت انت صبار هي صباره وتعلمك الصبر وتعلمك التعامل مع المناخ وتعلمك ياسر انك كتعرف وتعلمك الشجاعه وكتعلمك الحروشيه ما تكونش بحال مول الماعز مول الماعز كيكون دائما عندنا حنا كنقولوا هذاك مول الغنم درويش اما مول الجمال كيكون دائما فقراش وكيكون شاطر كيكون دائما فايق فهمتني كتعلموا الحروشيه والصبر الجمال كاع ما عندك ما تقول له لانه ما عنده واحد الاشارات ما كيعرفش هو يسير ويجي عادي هو عادي سارح وعادي ما يعرفش قليل شي واحد الا كنت مربيه كان يتيم كتعطي واحد السميه كيعقل عليها فهمتني تعود تعيط له باسمه ويجي حلبهم فتحلبهم كان حلبوهم كنقسموها للناس الناس كتبغيها للدواء امراض الخبيثه ينجينا ونجيكم منها افواق كتقولوا انتم البول احنا كنقولوا له افواق البانها وابوالها دواء قال الرسول صلى الله عليه وسلم الوزن كلها كان يوصل 500 نذكر ومن 500 قبل النتوه دائما قليل النتوه كتوصل ل 500 قليل اذا كانت عاقر مع امراه ولدت مع العيمان زينين توصل حتى ل 400 قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم